برحب بسيادة المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة. سيادة المستشار مساء الخير، أهلا بحضرتك. وسهلا عمرو بيه. أهلا وسهلا. يعني أولا نبارك لمجلس الدولة هذه الخطوة، وأرجو حضرتك تقول لنا ماذا يعني أن الأول مرة في تاريخ مجلس الدولة المصري هذه المؤسسة العريقة أن تجلس 98 قاضية على منصة مجلس الدولة. هو الأول بس نقول كل سنة وأنتم طيبين حضرتك بمناسبة بخير. مولد النبي الشريف، ونقول للمرأة المصرية ألف مبروك على يعني ما تحقق لها من إنجاز وتقدم وخطوات يعني واضحة على طريق التمكين في كافة المجالات في مصر. تعيين ال 98 قاضية في مجلس الدولة هو بالتأكيد يعني حدث تاريخي، وهو يوم تاريخي للمرأة المصرية، وهو إنجاز، إن صح القول هو إنجاز جديد للجمهورية الجديدة. قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي أصدره في 3 أكتوبر بتعيين عدد 98 قاضية بمجلس الدولة، انضموا إلى العمل القضائي بمجلس الدولة اليوم بعد أداء اليمين القانونية، وهو بلا شك يعني حدث تاريخي ويوم مضيء على كل من كل النواحي، مضيء في مجلس الدولة لأنه اليوم بعد 75 عام من عدم وجود المرأة في مجال المشاركة في العمل القضائي في مجلس الدولة، صحيح، إلى أنه النهاردة أصبح لها شأن آخر، وأصبحت اليوم من بعد الساعة 12 الظهر كانت بتشارك في العمل القضائي في مجلس الدولة لتؤدي رسالة العدالة جنبا إلى جنب مع زملائها من الرجال في مجلس الدولة على قدم المساواة. الصورة يا فندم بهية وصورة رائعة للفتيات والسيدات اللي أصبحن قاضيات في مجلس الدولة، والله شيء والله يدعو الفخر. شكلهم النهاردة على المنصة يا فندم في الاحتفالية شيء جميل وشيء رائع، ويعني المرأة المصرية بهذا الشكل وبهذه الطريقة وبهذا الحضور، والله شرف كبير الحقيقة، يعني شيء أسعدنا جميعا. هي مصر رائعة، جمهوريتها الجديدة أكثر روعة، المرأة المصرية رائعة، مشاركتها في القضاء يعني هتصبح أكثر روعة. وعلى رأي من قال من الزملاء أن يعني العدالة بمشاركة المرأة ستكون أكثر عدالة. حقيقي أنا شاكر جدا لحضرتك مرة أخرى سيادة المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة، وبأبارك لمجلس الدولة وبأبارك للقاضيات قاضيات مجلس الدولة، وشيء الحقيقة يعني يشعرنا الحقيقة بالفخر بهذا المشهد وبهذه الخطوة الحقيقة، وشكرا للقيادة السياسية على اتخاذ هذا القرار العادل والمنصف اللي بيليق بمكانة المرأة المصرية.